وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف معالي الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة. بعد التحية معالي المحافظ، كيف ستسهم هذه الإجراءات الاحترازية في الحد من انتشار فيروس كورونا؟ مساكم الله بالخير. وفي البداية نشيد بحزمة الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا من خلال القرارات الصادرة عن اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد. وكذلك نؤكد بأهمية الالتزام بالتعليمات الوقائية الصادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، كما ندعو المواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام بالإجراءات والإرشادات الواردة في بيان وزارة الداخلية في مقدمتها منع التجمعات لأكثر من 5 أشخاص في الأماكن العامة وحماية للمجتمع. طبعا إحنا الآن مثل ما نرى أن هناك قلق للمحلات، وهو كله لفترة محددة اعتبارا من 7 من هذا المساء وحتى 9 من الشهر المقبل، والاكتفاء بخدمة التوصيل. ولا شك أن هذه الفترة هي فترة حرجة على جميع المواطنين الالتزام بالبقاء في منازلهم وعدم الاختلاط والمحافظة على التباعد الاجتماعي. نعم. كله يصب في مصلحة الناس. نعم. الأجهزة المعنية في الدولة أكدت في أكثر من موقع أن هناك مخزون استراتيجي كافي من المواد الغذائية. كيف يمكن أن نطمئن المواطنين والمقيمين فيما يتعلق بهذا الجانب؟ والله الحمد لله، يعني لا شك أن نطلب ضرورة من المواطنين والمقيمين ضرورة الالتزام بالهدوء وعدم إثارة الضرر أو الهلع. نعم. خاصة أن هناك مخزون وفير من المواد الغذائية كما صرح صاحب السمو الأمير سلمان بن حمد أن تكفينا 6 شهور. نعم. والحمد لله في محافظة العاصمة الأسواق المركزية مفتوحة والبيع بالتجزئة والصيدليات والاحتياجات الضرورة كلها متوفرة. نعم. فكل اللي احنا نطلب من الناس التهدئة وعدم التزاحم في هذه الأسواق، وإن نتفادى كبار السن والأطفال دخول الأسواق المركزية، واتباع الإجراءات الوقائية من لبس قفاز أو قناع لين نروح للأماكن اللي فيها تزاحم، والحمد لله بتكون مفتوحة طول الوقت فلا نتزاحم عليها، وإن شاء الله كل شيء متوفر وفي أفضل الأنواع والجودة موجود إن شاء الله. معالي الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة، شكرا جزيلا لك.